تقول صاحبة القصة: أنا بنت خالتي تملكت على واحد من برا القبيلة، ما أدري من وين جاها، ونسأل يقولون جاب والله، لكن أنا مو مقتنعة، رجال أهله عندهم خير ومجهز له بيت دور أرضي وراضي بمهورنا، مع إنه مهورنا تعتبر كثير عند بعض القبائل، ورجال شهم كريم وكفو وراعي فزعات، وهو صغير، هي أكبر منه سنتين، هي جميلة وبيضة لكن قصيرة مرة، وهو طويل وحلو، وفوق ذا خير أهله واجد. أنا علاقتي مع بنت خالتي رسمية مرة، وبيننا مشاكل من زمان، اجتمعنا بالعيد وتحط شيلات من جواله، شفت إنه بينهم تواصل، خذيت حسابه. بنات خالتي الثانيات طوال وجميلات وسنعات وذربات ومؤدبات، وعلاقتي حلوة معاهم، رحت خذيت سنابه وكلمته أرشح له بنات خالتي الثانيات، وإنهم غير عنها وإنها مو سنعة، وما تعرف تسوي شي في البيت ومدلعة، بس تنام وتقوم تاكل وتكشخ وتلبس، ما تسوي شي في البيت. وسمعت إنه رجال حار، والحارين ما يبون رفلة، يبون بنات سنعات وحارين زيهم، ودي ما تصلح له. كلمته ورشحت له بنات خالتي الثانية ومدحتهم له، ويرضون يكونون زوجة ثانية، وهو باقي على زواجهم أسبوعين. حرام الرجال ينصدم في هذه ويكون منغر في جمالها وشكلها، وما يعرف إنها رفلة. طنشني، وكل فترة يجيب لها هدايا وورود ومدلعها، وكل ترند يطلع يجيب لها أول واحد وطاير فيها، ما يدري إنها مو سنعة. أنا أشوف إنه عادي لو ياخذ ثانية وتساعد بنت خالتها وتكون معاها وقريبات من بعض في بيت واحد، أو إنه ينفصل قبل يتزوج ويطيح ويندم إنه ما تعرف تسوي شي. أنا خذيت حسابه وأبي أحذره وأدور له الزين، لأن سمعت عنه أشياء تتمناها كل بنت، وكل أب وده يزوج بنته شخص كذا. إيش رأيكم؟ كيف أقنعه؟ وهي من اللي أشوفه أحس إنه ما يفرق معاها لو انفصلت، يمكن خير لها. صراحة إبليس جالس في الزاوية ويصفق لك، أخاف من جد أنت اللي تبينه.